قتل الدينار باطل، قتل الدينار باطل، تجويع الشعب باطل، ترقيع الشعب باطل، ترفع احزاب السلطه باطل، احزاب السلطه باطل، احزاب باطل، احزاب السلطه باطل، قتل الدينار باطل. هذا اليوم هو احتجاج على تردي العملة العراقية وارتفاع نسبة الدولار، هذا أكيد يأثر على الميزانية العراقية، يأثر على المواطن العراقي، يزيد من الفقر، يزيد من التخلف، يزيد من الاستبداد. إذا كان موظف، إذا كان متقاعد، إذا كان حتى عامل بسطية راح يأثر عليه. إذا اقتصادنا بالانهيار، انهيار البلد كاملة بهذه التصرف اللي تصرفته الحكومة العراقية. إحنا إذا نريد أن نزيد من مواردنا، مو نجي نستقطعها من الموظفين أو نقلل من العملة. هناك الكثير من الموارد على الدولة أن تستثمرها. لازم على الدولة أن تقلل من هدف الإنفاق العام، تقلل، تضع يدها على موارد الدولة الرئيسية، على النفطية اللي هي المنافذ الحكومية، شركات الاتصال، الاستثمار في الصناعة، الاستثمار في الصناعة في الاقتصاد، مبيعات البنك المركزي، هاي كلها موارد للدولة. الحكومة هاي قراراتها كانت غير صحيحة ومدروسة وغير دقيقة، ما تخدم الشعب ولا تخدمهم إلهم، مينات ما تخدمهم، لأنه هسه الشعب كله مستاء من هاي القرارات. يعني قرارات، يعني هاي الغني يزداد غنى والفقير راح يزداد فقر، وكل هالمواد الغذائية راح تصعد، الضرائب راح تصعد، الوضعية كلها، والعراق ده يعيش حالة فقر. يعني هو عنده 50% عنده فقر. فوق المسؤول فوق، فوق المسؤول فوق، جهاد فوق المسؤول فوق، واشتري بحي الجهاد فوق المسؤول فوق، فوق المسؤول فوق، وقال مرة قبل أن